تحت شعار الاستثمار الدولي انعقد ملتقى الاستثمار السنوي في دبي. جمهورية تاتارستان الروسية عرضت ضمن جناحها الخاص فرصا استثمارية واعدة وفق تصريحات رئيس الجمهورية رستم مينخانوف الذي أكد أن بلاده تفتح ذراعيها للمستثمرين العرب والخليجيين في جميع المجالات. التعاون سيشمل بناء المنازل والفنادق والمجمعات التجارية والترفيهية. التعاون في مجال الزراعة مهم أيضا. لقد وقعنا على الاتفاقية مع أحد شركائنا من الإمارات في مجال بناء سفن، وهي البداية فقط. نحن الآن بمرحلة مهمة للغاية قد تؤدي إلى نشوء مشاريع واقعية. وتعتبر تاتارستان من أكبر الجمهوريات الصناعية في الاتحاد الروسي، حيث تشتهر بصناعة السفن المتطورة والشاحنات وكذلك الطائرات المروحية، كما تسعى لاستقطاب المستثمرين في مجالات الزراعة والسياحة. هناك العديد من الفرص الاستثمارية سواء السياحية منها أو العقارية، نظرا لجمال طقس تاتارستان مقارنة بمنطقتنا، والجذور الإسلامية للجمهورية تكون نوعا من الروابط بين الزوار العرب والمسلمين لهذه الجمهورية. بالإضافة لذلك الكثير من الاستثمارات في مجال الزراعة، الأرض التتارية خصبة جدا لمحصولات مثل البطاطس والقمح وغيرها، والتي يعني تعتبر منطقتنا من أكبر المستوردين والمستفيدين منها. الاستثمارات الإماراتية تشكل 1.5% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تاتارستان، فيما يؤكد الخبراء أن انخفاض أسعار النفط العالمية يشكل حاليا فرصة مثالية للاستثمار في هذه الجمهورية. تسعى جمهورية تاتارستان الروسية إلى جذب الاستثمارات الخليجية من خلال المنطقة الاقتصادية الخاصة بها والمجهزة ببنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية المغرية. أيهم القاضي، RT دبي.